العربي، شلون راح تشوف المباراة كابتن خالد، كابتن سالم، كابتن خالد، شلون راح تشوفون المباراة؟ المباراة مهمة للفريقين مثل ما ذكرنا، مهمة لنادي كارما للثبات في المركز الثاني. نعم. ونادي العربي مهم للتقدم للمركز، يعني هم للمركز الرابع، وانه يكون ثابت في المركز الرابع. اليوم المباراة لها حسابات خاصة، اليوم فوز القادسية في المباراة الأولى ممكن يحط كارما في ضغط. صحيح. في المباراة اليوم أمام العربي، ولكن كارما هي احنا مثل ما ذكرنا آخر فرصتين. نعم. اليوم مباراة اليوم ومباراة يوم الأحد. كابتن خالد ما قاطعك، كابتن سالم، يعني اليوم عندنا يعني أخونا مشاري المنصور. نعم. يعني مراسلنا وزميل داخل لعبة اليد الكرة الكويتية، ونتشرف فيه، وهو واحد من عيالكم، وراح نعطيه الصوت والصورة. زميلي مشاري المنصور، الصوت والصورة لك. زميلي مشعل وضيوفه الكرام، معي حسين التميمي محلل فن النادي العربي، استعداداتكم لمباراة اليوم؟ والله استعداداتنا لمباراة اليوم عندنا تعارف. نعم. الدوري كان فيه ضغط كبير بين المباريات، اليوم إن شاء الله نادي كاظم نادي كبير، ومسوين بعض التدويرات، بعض روتيشن حق بعض اللاعبين. ممتاز. وان شاء الله نقدم مباراة كبيرة تليق بنادي العربي ومستوى نادي كاظم كبير، وان شاء الله نقدم كرة تليق بكرة اليد الكويتية ان شاء الله. كل التوفيق يا رب. اجمعين. معي مدير الفريق احمد مفرح، استعداداتكم مباراة اليوم ان شاء الله؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي على اخواني مشعل جوهر وضيوفه الكرام، ونرحب فيك اخوي مشاري المنصور باول لقاء معانا في مباراة كرة اليد. الحمد لله، يعني مباراة مهمة للفريقين، مباراة مهمة بالنسبة لنادي كاظم المحافظة على المركز الثاني. فريق العربي فريق محترم، فريق كبير، يعني الفوز حق مشروع حق الفريقين، لكن بإذن الله أنه يكون على قولتهم الفوز من نصيبنا ونحافظ على المركز الثاني. كل التوفيق إن شاء الله. كل التوفيق للفريقين. نرجع إلى أخوي مشعل جوهر السيدي وضيوفه الكرام. شكرا لزميلي مشاري المنصور على اللقاءات الجميلة هذه. يعني الفريقين فيهم حذر، يعني كل من يقول مباراة لا مهمة، العربي يقول مباراة مهمة، الكاظم يقول مباراة مهمة. كابتن بدون شك، يمكن احنا تكلمنا عن المباراة في من الجولة الأولى قبل مباراة القادسية، وهذا قلنا المباراة الثانية تعتبر مباراة مهمة على ضوء نتيجة المباراة الأولى. اليوم مثل ما كابتن خالد قال بالبداية انه فوز القادسية في هذه المباراة أعطاه الحين المركز الثاني. صحيح. يعني في حالة خسارة كاظمة في هذه المباراة يرجع إلى المركز الثالث، ويعزز المركز الثاني لفريق القادسية بالنقاط بفارق نقطة واحدة. العربي منافسة السالمية، السالمية أيضا عنده 25-25 نقطة متعادلين في النقاط. صحيح. المركز الرابع في أمل كبير على المركز الرابع أنه يشارك للسوبر بالبطولة. نعم. يعني احنا الحين المباراة هذه لا تقل أهمية عن المباراة الأولى بالنسبة حق فريق القادسية. نعم. كانت هذه المباراة أصعب من المباراة الأولى، الفريقين يسعون إلى الفوز. صحيح. وأنا أعتقد أنه راح نستمتع في هذه المباراة. نعم. أكثر من المباراة الأولى، يمكن كون أنها مباراة حساسة. نعم. للفريقين كمركز ثاني ومركز رابع. نعم. فأنا أتوقع أنها راح تكون بحذر، صعب التكهن في هذه المباراة. صح. قبل لا تشوف أول 10 دقائق منها عشان تحكم على. نعم. طريقة اللعب ومدى استعداد كل فريق للآخر. كابتن خالد، يعني حتى قبل شوي قاعد أسأل كابتن علي مذن، قلت له متى تتوقع من يفوز؟ قال والله مش على المباراة صعبة. شوف أبو علي، اليوم المباراة هذه ليش مثل ما ذكر أبو عبد الله ما نقدر نتكلم، لأن الفريقين. نعم. كاظمة والعربي تقريبا يلعبون بنفس الطريقة. نفس الطريقة. لعب جماعي، الفريقين ما عندهم الاعتماد، مثلا إذا شفنا مثلا نادي القادسية يعتمد اعتماد مثلا كبير على فلادان، لا، اليوم العربي وكاظمة. نعم. عندهم الطريقة الجماعية باللعب بالتكتيك داخل الملعب، الطريقة الدفاعية أيضا تقريبا نفس الطريقة الدفاعية. فاليوم اللعب راح المباراة راح تكون مهمة جدا، واليوم المباراة راح تكون قمة الإثارة بوجهة نظري. فمثل. نعم. ما ذكرنا أول ربع ساعة راح تحدد بشكل سريع الشوط الأول منه. صعب. أنا أتوقع بس أنا العربي. ها. أنا أشوف في تنافس، وبخالف أبو عبد الله ممكن كاظم يكون إن شاء الله. كابتن محمد شكري، يا صوت والصورة لك.
الرحيم. أعزائي مشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. هذا محمد الشكري يحييكم أجمل تحية، ومن صالة شيخ سعد العبد الله الصباح رحمة الله عليه للألعاب الرياضية بضاحية صباح السالم. ننقل لكم المباراة المنتظرة ما بين العربي وكاظمة. نعم، هي مباراة منتظرة، راح نتكلم بما سبب انتظار الجماهير والعشاق والمحبين لعبة كرة اليد الكويتية لهذه المباراة. يمثل العرب اليوم حراس المرمى مهدي خان، أحمد الفرحان، أسامة حسني، سعود الضويحي، محمد علي، محمد نبيل، علي نصير، عبد الله مصطفى، عبد الله معرفي، وليد القلاف، أحمد حسين، أسامة الجزيرة المحترف التونسي، وأيضا أسامة حسين المحترف التونسي، وليد الجيماز، أحمد شعيب، وفيصل مناحي، وجاسم آرتي. مدرب الفريق الكابتن الدكتور أحمد فولاد، والمساعد شوقي بن محمد، ومحل فني حسين التميمي، ومدرب الحراس سامي عطية، والأخصائي الدكتور أحمد غازي، والإداري عبد العزيز أبو عباس. أما فريق نادي كاظمة في مثل اليوم حراس المرمى عبد العزيز الظفيري وأحمد الجواعد، واللاعبين فهد الرضان، محمد جواد، إبراهيم الأمير، عبد العزيز النجار، أنور بن عبد الله التونسي، محمد الفرح، عبد العزيز المسعودي، فواز المشاري، وعبد الرحمن الشمري، ومبارك العنزي، حامد الصليلي، سعود أو سعد الحيدري، ومحمد فراد. مدرب الفريق بوزو اللي شاهده أمامنا، والمساعد أبو بكر صلاح مدرب الحراس، وإدارة الفريق الدكتور مساعد مفرح، والأخصائي محمد جابر. حكام مباراة اليوم من الجمهورية الفرنسية ومن أصول جزائرية رؤوف وكريم، أيضا من الحراس النخبة في أوروبا. شكرا للاتحاد الكويتي المتمثلة في لجنة الحكام بجلب مثل هذه القامة الجميلة الرائعة للتحكيم حتى الكل يستفيد، سواء مشاهد متابع نحن كمعلقين، أيضا لحكامنا الذين يمارسون تحكيم كرة اليد، أيضا الاستفادة لمثل هذه الطاقة أو الحكام النخبة في أوروبا. طبعا كما ذكرنا لكم رؤوف وكريم، وفي حكام الطاولة اليوم عبد الله البلوشي وخالد الشمبري، والمراقبين الكباتن الكبار، الأسماء الكبيرة بلعبة كرة اليد بمستوى التحكيم آسيا، محلي، خليجي، عالمي، عبد الرحمن الملا وجاسم سويلم، الأسماء الكبيرة والرائعة في المستوى التحكيمي. أيضا هناك أيضا، يعني لما نتكلم على عبد الرحمن الملا ولا جاسم سويلم يمكن دقائق أو ثواني ما تكفينا، نبينا مباراة كاملة ومباريات للحديث عن هؤلاء الحكام الكبار الموجودين اليوم وكمراقبين لهذه المباراة. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة، وبداية الكرة مع كاظمة. محمد جواد الى انور بن عبد الله يسدد وهدف، انور بن عبد الله وهدف. راح نقول لكم بعدين لين قال لكم الفرصه المناسبه، نقول لكم شنو ليش نقول مباراه منتظره ما بين العربي وكاظمة. كما عودونا مباراه العربي وكاظمة دائما لا نعرف نتائجها الا من نهايه او اطلاق نهايه المباراه. هذا انور بن عبد الله صاحب الهدف الاول لكاظمة. الكره مع العربي، سعود ضويحي الى ارتي، الى سعود ضويحي، إلى أسامة حسني، أحد الأسماء الجميلة واللامعة والرائعة في هذا الدوري. أسامة، سعود، إلى القلاف، تنقطع الكرة، هجمة سريعة، تنقطع الكرة، فراد، إلى فواز، وهدف فواز، 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 فواز المشاري، فواز المشاري، اعتذاري، اعتذاري، اعتذاري لفواز المشاري. قبل المباراة تم الحديث الجانبي ما بيني وما بين اللاعب فواز المشاري، قال يا كابتن أنت دائما تقول نواف، اعتذر منك يا فواز، 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 فواز المشاري، اعتذاري منك يا فواز. لاعب جميل متمكن رائع، واحد لاعبين منتخبنا الوطني، نتمنى له التوفيق. فواز المشاري، فواز المشاري، فواز المشاري، احد اللاعبين المتميزين لمنتخبنا الوطني وفريق نادي كاظمة. الكره مع العربي، اسامه حسني، اثنين كاظمة، لا شيء العربي، ضويحي، ضويحي، وهدف سعود ضويحي، والهدف الأول للعربي. هذا سعود ضويحي، الهدف الأول للعربي، اثنين كاظمة، واحد العربي. محمد فراد إلى محمد جواد، إلى فواز، 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 خلاص، فواز، فواز، فواز المشاري، والهدف الثالث، الهدف الثالث لهذا اللاعب الجميل، أسمر يسمراني، أسمر يسمراني، فواز، فواز المشاري. هذا اللي عاد، هذا اللي عاد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن على فواز المشاري. عملية الارتقاء، عملية رؤية اللاعب للمرمى، عملية التسديد، كل هذه الأمور الفنية موجودة لهذا اللاعب. سعود إلى القلاف،
إلى الجناح ولكن الكرة تخرج خارج الملعب. الكرة مع كاظم أنور بن عبد الله، محمد فراد، كرة مع محمد فراد إلى أنور بن عبد الله، إلى شمير عبد الرحمن، تسديدة ولكن تصدي من مهدي خان، ترجع هجمة سريعة، هجمة سريعة، محمد علي قضنفر وهدف، محمد علي قضنفر والهدف الثاني. الآن فريق القادسية بانتظار نتيجة هذه المباراة طبعا، لأن الآن المركز الثاني ما بين القادسية وكاظمة. القادسية فاز قبل قليل أمام برقان، فبالتالي الآن القادسية مؤقتة في المركز الثاني بانتظار هذه المباراة. يقول ممكن العربي يعرقل كاظمة، ممكن العربي يفوز على كاظمة، فبالتالي تبقى نسبة 50-50. المباراة الأخيرة مع فريق نادي الكويت وبرقان سيقابل كاظمة في المباراة الأخيرة، فبالتالي المركز الثاني راح يظل معلقا حتى المباراة الأخيرة. الكرة مع كاظمة، بهذه الأسباب وهذه الأمور طبعا في ناس منتظرة نتيجة هذه المباراة، خصوصا جماهير نادي القادسية يقول طبعا يتكلم كمصلحته، يقول إن شاء الله العربي يفوز، وكاظمة يقول لا إن شاء الله احنا نفوز ونهي المسألة. والهدف الرابع محمد جواد، خلاص كاظمة يقول لنا بنهي المسألة، نبي نتمسك المركز الثاني، نكون المركز الثاني، نشارك مشاركات آسيوية. يحاول تسديده سامح حسني ولكن تقطع الكرة، ومبارك وانفراد وهدف لمبارك العنزي. هذا مبارك العنزي، عملية تسديد من أسامة حسني وحاط صد من محمد فراد لينفرد مبارك العنزي، انفراد تام بالحارس مهدي خان ليسدد ويسجل الهدف الخامس. 5-2 5 كاظمة 2 العربي. الكرة مع العربي، سعود الضويحي، أسامة حسني، أسامة تمريرة، أيضا تمريرة خاطئة، دفاع كاظمة، فواز المشاري، فواز يا فواز على هذا الهدف. عطنا يا مخرجنا، نبيها بالإعادة ونبيها بالبطيء، عملية الارتقاء لفواز المشاري، هذه الإعادة. عطني اياها بالسلو موشن يا مخرجنا، يا فواز على هذا الارتقاء والتسديد المتميز لهذا اللاعب فواز المشاري. فواز وليس نواف المشاري. الكرة مع أسامة حسني، سعود الضويحي، 6 كاظمة 2 العربي. الكرة مع سعود الضويحي إلى وليد القلاف، إلى سعود مرة ثانية، أيضا تقطع الكرة، هجمة سريعة وانفراد، فواز وتصدي من مهدي خان لهذه التسديدة ولهذه الانفرادية من فواز المشاري. هذه الإعادة تصدي مهدي خان للانفرادية الأخيرة قبل قليل. الكرة مع أسامة، هذه الانفرادية الأخيرة والتصدي من مهدي خان. الكرة مع العربي، سعود إلى القلاف وهدف العربي، الهدف الثالث للعربي. سنتر السريع أنور بن عبد الله وتصدي أيضا مهدي خان، ترجع الكرة، هجمة سريعة، هذا مهدي خان، التصدي الثالث لمهدي إلى آرتي وهدف. وين راح تروح المباراة؟ هل تروح من مصلحة الكاظمة ويعلن، نقول 80% أو 70% أنه صاحب المركز الثاني، أو العربي يعملها ويفوز بهذه المباراة وتثبت بالمركز الرابع؟ أيضا هناك حسبة أخرى، نسينا نادي السالمية، الآن أيضا الصراع على المركز الرابع ما بين العربي والسالمية. العربي يقول بناخذ المركز الرابع ونشارك في البطولات الخارجية، سالمية أيضا هناك يقول لا، نبي العربي ينقلبون عشان تكون مباراة فصالة ما بينه وبينه في آخر أسبوع. الكرة مع لمير وهدف إبراهيم لمير والإيقاف المؤقت. هل هناك عقوبة على اللاعب العربي؟ هذه الإعادة. عبد الرحمن شمري إلى لاعب الجناح إبراهيم لمير، إبراهيم لمير وسلامات لإبراهيم لمير. عملية الفي آر، الحكام يذهبون للفي آر، هل هناك قرار سيتخذ بحق لاعب العربي أم عملية الاندفاع من إبراهيم لمير وعملية الارتقاء هي من وضعت إبراهيم لمير وعمل؟ لاحظ يعني نترك القرار لحكم المباراة. نعم
هناك عملية احتكاك ما بين إبراهيم الأمير وآرتي جاسم آرتي، ولكن القرار لحكم المباراة ديكتين على جاسم آرتي. نقص عددي للعربي، وخروج إبراهيم الأمير الآن وعدم مشاركته لثلاث هجمات متتالية. نزول المسعودي اللاعب رقم 23 عبد العزيز المسعودي لاعب الجناح الآن ليشارك بدلا من إبراهيم الأمير. خلاص إبراهيم الأمير الآن ثلاث هجمات متتالية لن يشارك. قانون لعبة كرة اليد إذا ما دخل الكادر الطبي وتم معالجة اللاعب داخل أرضية الملعب فبالتالي وخرج، فبالتالي ثلاث هجمات متتالية لن يستطيع المهاجم المشاركة في الهجمات القادمة. الكرة مع العربي القلاف، هذا الدكتور أحمد فولاذ ماذا ستفعل؟ كرة مع أسامة الجزيري وهدف أسامة الجزيري وهدف هدف لأسامة الجزيري، الهدف الخامس 7-5. محمد جواد كرة مع الكاظمة، يهدي اللعب تهدئة للعب من قبل لاعبي كاظمة. محمد جواد إلى محمد جواد تمريرة، ولكن تمريرة خاطئة تقطع بالنقص العددي. العربي كاظمة لم يستطيع التسجيل بالنقص العددي للفريق العرباوي. كاظمة لم يستطع التسجيل. هل يسجل الآن العربي ويقلص الفارق إلى هدف؟ هذا ما سنتابع الآن في هذه الهجمة. أول ثمان دقائق أسامة الجزيري التونسي إلى التونسي الآخر أسامة حسني، إلى وليد القلاف أسامة حسني، سعود ضويحي كرة مع سعود إلى أسامة الجزيري مرة ثانية، سعود ضويحي تمريرة خاطئة ترجع الكرة مع كاظمة وتمريرة سريعة فاس بريك سريع المسعودي، المسعودي في المرمى عبد العزيز المسعودي في المرمى عبد العزيز المسعودي في المرمى. والهدف الثامن لصالح الهدف الثامن لكاظمة. 8-5 العربي، 9 دقائق. الكرة مع أسامة الجزيري، دفاع متقدم لكاظمة الآن أمام لاعبي العربي. أسامة الجزيري يسدد وهدف. يا سلام يا أسامة يا الجزيري، عملية التمويه والخداع من أسامة الجزيري. تسديده وهدف أيضا لأنور بن عبد الله. الهدف التاسع. 9-6 العربي. طبعا كانت هناك مباراة، يعني نقول قبل هذه المباراة ما بين القادسية وبرقان كما تحدثنا قبل قليل، ومن خلالها استطاع القادسية الفوز على برقان، وكانت بصوت المعلق الأستاذ والمعلم والمربي الفاضل كابتن جاسم الذياب هو من علق على المباراة السابقة. ربنا يطول بعمرك يا كابتن جاسم، ونستفيد منك أكثر وأكثر وأكثر لما تمتلك من، يعني يقول أنت قامة ورمز من رموز لعبة كرة اليد الكويتية. جاسم الذياب عندما نذكر الاسم جاسم الذياب يعني مدرسة بكل شيء. الكرة مع العربي، تسديده وهدف. سعود ضويحي وهدف. الهدف السابع للعربي عن طريق اللاعب سعود ضويحي. هذه الإعادة تسديده من الثبات لسعود ضويحي على يمين عبد العزيز الظفيري. الكرة مع كاظمة. محمد فراد، محمد جواد، أنور بن عبد الله، المحترفين التونسيين. هذا بوزو أحد أفضل المدربين في دورينا المحلي، من المدربين المتميزين في دورينا المحلي. المسعودي وخطأ على المسعودي. مشي بالكرة من عبد العزيز المسعودي لاعب كاظمة. الكرة مع العربي، هذا مهدي خان أيضا من الحراس المتميزين، أحد الأسماء الجميلة والرائعة وحارس مرمى منتخبنا الوطني مهدي خان حارس النادي العربي. الكرة مع العربي سعود ضويحي،
إلى أسامة حسني، أسامة يحاول إلى جناح معرفي إلى أسامة الجزيري تسديده، ولكن قصيد ترجع مرة ثانية لجاسم أرتي، كرة مرة ثانية مع العربي، أسامة الجزيري إلى أسامة حسني، أسامة نبي واحدة منك يا أسامة، إلى سعود ضويحي، إلى أسامة، أسامة يا سلام يا أسامة، ولكن تقطع الكرة وهجمة سريعة وانفراد، فواز فواز يا يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا خان يا مهدي يا مهدي يا مهدي على هذا التصدي، هذا التصدي الجميل والرائع، قلنا لكم مهدي خان من الحراس المتميزين، واحد حراس منتخبنا الوطني، هذا مهدي خان حارس رغم صعب في المرمى، مهدي خان، وهذا بوزو الصرب اذا عصبوا مشكله، لا تخلي الصرب يعصب، بوزو عصب على الهجمه الاخيره وضاعت من كاب، تسديده وايضا تسديده تزام الجزيري خارج المرمى، ارتطمت في العارضه وخرجت خارج المرمى، ترجع الكره محمد جواد الى فواز، يا فواز عوض الهجمه الاخيره، فواز المشاري بهذا الهدف الجميل وعمليه اللب والاسقاط على مهدي خان، الهدف العاشر، 10 كاظمه 7 العربي، سعود ضويحي، حسام الجزيري، سعود ضويحي الى علي نصير، سعود جزيري الى معرفي، الى سعود الجزيري، الى حسام الجزيري، الى نصير، سعود يحاول، سعود يمرر الى نصير تسديده، ولكن ضرغام الحراسه، ضرغام الحراسه عبد العزيز الضفيري، وهذا التصدي من قبل الحارس عبد العزيز الضفيري، ضرغام الحراسه الكويتيه، الكره مع كاظمه، 10 كاظمه 7 العربي، 14 دقيقة عزيزي المشاهد، 14 دقيقة على بداية المباراة بشوطها الأول، تقدم كاظمة على العربي، أنور بن عبد الله تسديدة أنور بن عبد الله ولكن خارج المرمى، تسديدة من أنور بن عبد الله خارج المرمى، ترجع الكرة للعربي، كرة مع علي نصير، تسديدة أيضا علي نصير خارج المرمى، تسديدات وهجمة سريعة، فاست بريك سريع، يا عزيز يا الضفيري، يا عزيز ويا فواز، يا فواز على هذا الهدف، هدف جميل وتمريرة ساحرة جميلة رائعة من عبد العزيز الضفيري على طبق من ذهب، عبد العزيز الضفيري يمرر كرة جميلة رائعة روعة التمريرات في الفاست بريك من الحراسة إلى فواز المشاري بالهدف الأخير اللي سجل، هدف جميل، عطنا إياه يا مخرجنا، عطنا الهدف الاخير، نبي التمريره هذه الاهداف اللي سجلت في الدقائق الماضيه، عزيزي المشاهد، بعض الاهداف التي سجلت في الدقائق الماضيه، هذا التصدي الجميل من مهدي خان قبل قليل، وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الدكتور احمد فولاذ، هذا الدكتور احمد فولاذ مدرب فريق النادي العربي، هذا الحكم رؤوف الفرنسي، هذا بوزو نزول أسامة حسني، الان حكام مباراة اليوم الحكم الدولي جاسم سويلم وحكام الطاولة ايضا كما ذكرناكم عبد الله البلوشي وخالد الشمري، اتمنى لهم التوفيق، ايضا الحكم عبد الرحمن الملا هو المراقب الاخر لهذه المباراه، يعني مراقب اليوم من حكام النخبه صراحه جاسم سويل وعبد الرحمن الملا حكام النخبه، كره مع اسامه الى اسامه الجزيري مره ثانيه، ترجع الكره الى ارتي، جاسم ارتي الى اسامه الجزيري، اسامه يمر يحاول يسدد وتسديده، ولكن ضرغام الحراسه، عبد العزيز الضفيري وتصدي جميل ورائع من هذا الحارس، ترجع الكره محمد فراد الى فهد الروضان وهدف،
هدف 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 لكاظمه، هدف لكاظمه عن طريق اللاعب فهد الروضان، الهدف ال 12، التسع الفارق الى 5 اهداف، التسع الفارق الى 5 اهداف، 5 اهداف. الكره مع العربي، الكره مع العربي، أسامة حسني إلى أسامة الجزيري، سعود ضويحي، كرة مع سعود إلى أسامة الجزيري، إلى أسامة حسني، إلى أسامة الجزيري، راح يسدد، يسدد أسامة ولكن صافرة وخطأ ورمية حرة، رمية 9 متر لصالح العربي. هذا أسامة الجزيري المحترف التونسي لفريق نادي العربي. أسامة حسني، كرة مع أسامة حسني، أسامة يسدد ورمية جزاء، رمية جزاء، رمية جزاء لصالح العربي عن طريق اللاعب أسامة حسني. هذا أسامة حسني المحترف التونسي أحد أبرز اللاعبين اللي تم انتدابهم من قبل النادي العربي، من المحترفين المتميزين صراحة في هذا الدوري، أعطى جمالية زيادة وجود مثل هذا اللاعب. رمية جزاء سعود وعزيز، سعود وهدف، سعود ضويحي وهدف، الهدف الثامن، الهدف الثامن، الهدف الثامن لصالح، الهدف الثامن لصالح العربي. 12 كاظمة، 12 كاظمة، 8 العربي، 12 كاظمة، 8 العربي. الكرة مع كاظمة، محمد جواد إلى محمد فراد، إلى محمد جواد، إلى أنور بن عبد الله. الكرة مع كاظمة، لاحظ تحرك، تحرك لاعب الدارة، تمريرة خاطئة من أنور بن عبد الله، ترجع الكرة للعربي، سعود ضويحي، أسامة الجزيري، هل يسجل العربي هذه الهجمة؟ أسامة الجزيري، كرة مع أسامة، يسجل وصافرة وخطأ ورمية 9 متر، صافرة وخطأ ورمية 9 متر لصالح العربي. هذه الإعادة، الكرة مع العربي، أسامة الجزيري، سعود ضويحي، أسامة حسني إلى الضويحي مرة ثانية، إلى جزيري، الخط الخلفي، أسامة حسني إلى ضويحي ورمية جزاء، رمية جزاء. بتقول لي ليش؟ لأن فهد الرضان من داخل منطقة 6 متر، قرار واضح، قرار واضح من حكم المباراة، وجود خطأ من فهد الرضان، عملية الدفاع داخل منطقة 6 متر، وكانت إشارة الحكم أيضا واضحة بعملية الدفاع من فهد الرضان، فبالتالي قرار من حكم المباراة بالرمية الجزائية لصالح العربي. نزول الجواعد، نزول أحمد الجواعد الحارس الآخر لفريق نادي كاظمة، أحمد وسعود، سعود وأحمد، أحمد وسعود، وهدف، هدف، هدف، سعود الجواعد، سعود الضويحي، أحمد الجواعد، هذا سعود الضويحي، هذا أحمد الجواعد. طبعا أحمد الجواعد أعزائي المشاهدين من الحراس أيضا المتميزين، حراس منتخب الشباب، ولكن نظرا لي دراسة وربنا يوفقه إن شاء الله، ربنا يوفقه، التحصيل العلمي أهم، تحصل على شهادتك يا أحمد وربنا يوفقك، أخذ شهادتك علقها ويجيبها بكل تفوق إن شاء الله، من ثم مارس رياضتك مرة ثانية ما في مشكلة، ولكن دراسة والتحصيل العلمي. تسديدة ومهدي خان، تسديدة من أنور بن عبد الله، ومهدي خان يتصدى، الكرة ترجع للعربي، الجزيري، أسامة حسني، أسامة إلى الجناح، عبد الله أو علي، وهدف، هدف لعبد الله معرفي، هدف ليه عبد الله معرفي، الجناح الايمن لفريق العربي، 12-10، 12-10. هذا أسامة حسني، أسامة حسني، والهدف العاشر، 12-10، 12 كاظمة، 10 العربي. هذا الهدف، هذا إعادة للهدف، عملية الإعادة للهدف، عبد الله معرفي والتسديدة من فوق الحارس عبد العزيز الضفيري، هذا أنور بن عبد الله، تسديدة، وأيضا مهدي خان، أيضا مهدي خان يتصدى، ترجع الكرة، مهدي، 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 مهدي خان، يا 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 سعود، يا سعود، يا سعود، يا سعود، يا سعود، يا سعود، يا ضويحي على هذه التمريرة، يا سعود ضويحي على هذه التمريرة، تمريرة ماكرة، تمريرة ماكرة من عبد من سعود ضويحي، هذا 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 سعود، هذا سعود، يا يا سعود، يا سعود، يا سعود على هذه التمريرة، تمريرة ماكرة من سعود لضويحي، ولكن رمية جزاء، سعود تسديدة وتصدي، هذه المرة، هذه المرة عبد العزيز الضفيري وتصدي من
تصدي من ضرقام الحراسة، تصدي من ضرقام الحراسة وتسديدة سعود الضويحي، ووقت مستقطع يطلبه بوزو. بوزو صربي مدرب نادي كاظمة يطلب وقت مستقطع. 12 كاظمة 10 العربي، آخر 11 أو نقول آخر 10 دقائق وعشرين ثانية أو 25 ثانية على انتهاء الشوط الأول، ولكن مباراة ممتعة، مباراة جميلة ما بين العربي وكاظمة. نحيي كل من تابعنا سواء داخل الكويت خارج الكويت من أشقائنا وأهلنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات، سلطنة عمان، من البحرين، من عمان، من جميع دولنا الخليجية، إخواننا وأشقائنا أيضا من دول العربية اللي قاعد تتابع هذه المباريات من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الرياضية. كل التحايا لكل من يشاهدنا خلف هذه الشاشة. هذه بعض اللقطات وبعض الأهداف التي سجلت في الدقائق الماضية عزيزي المشاهد. الكرة مع كاظمة محمد جواد، أنور بن عبد الله إلى إبراهيم الأمير، أنور بن عبد الله، المرمى فاضي، جول امتي بالنسبة أو امتي جول لنادي كاظمة. الكرة مع محمد جواد، أنور بن عبد الله، فراد راح يسدد، راح يسدد ويمرر محمد جواد، وهدف. اختراق قوي، اختراق قوي من محمد جواد للدفاع العربي ليسدد ويسجل الهدف الـ13. هذه الإعادة، لاحظ عملية التمويه وعملية فتح الدفاع، انفتاح الدفاع العرباوي، بالتالي محمد جواد يستقل هذا الانفتاح الدفاعي ليسجل الهدف الـ13. 13-10، جماهير السالمية وجماهير غادسية قاعدين على أعصابهم أكثر من اللاعبي أو جماهير الفريقين اللي قاعدين يشاهدوا أمامنا. آرتي وهدف، جاسم آرتي وهدف، جاسم آرتي وهدف. قلنا لكم مباراة هذه المباراة تهم، هذه المباراة تهم الفريقين، تهم نادي السالمية وتهم نادي القادسية. السالمية يبيع عن طريق المركز الرابع والممكن فيها مشاركات خارجية. القادسية ينتظر أي تعرقل من كاظمة أو أي عرقلة لفريق نادي كاظمة حتى يكون هو في المركز الثاني. كل شيء وارد بلعبة كرة اليد، فبالتالي تعتبر هذه من المباريات المهمة في هذه البطولة في هذه الفترة. أسبوع القبر الأخير، محمد جواد، أنور بن عبد الله راح يسدد ويمرر إلى محمد فراد، محمد جواد يمرر إلى الروضان، الكرة مع الروضان، وهدف، هدف، هدف. مبدأ إتاحة الفرصة، مبدأ إتاحة الفرصة لمن حكام المباراة لفهد الروضان، مبدأ إتاحة الفرصة لفهد الروضان بالتسديد والتسجيل ليسجل الهدف الـ14، 14-11. وسام الجزيري إلى القلاف، وهو وهدف، هدف، هدف، هدف لمحمد علي قضنفر، محمد علي قضنفر، وهدف، هدف لمحمد علي قضنفر. هذه الإعادة، هذه الإعادة، محمد علي قضنفر وتسديدة قوية داخل المرمى معلنا للهدف الـ12، 14-12. هذا محمد علي قضنفر. الكرة مع كاظمة، فراد، محمد جواد، أنور بن عبد الله إلى محمد جواد، إلى محمد فراد، محمد جواد إلى أنور، إلى إبراهيم الأمير، رجع بالسلامة، أنور بن عبد الله راح يمر ويسدد، أتوقع أنه راح يسدد، راح يسدد، راح يسدد، راح يسدد، راح يخترق ويسدد. باينة، باينة العملية، باينة واضحة العملية، باينة واضحة. الدفاع العرباوي لاحظ منطقة العرب الدفاعية من الناحية الثانية، تقريبا يحاول كاظمة يخترق من هذه المسافة أو من هذه المنطقة، فبالتالي الكاظمة حاطين كل ثقلهم في هذه المنطقة ما بين الدفاع، ما بين الجناح والباك. الكرة مع العربي، محمد علي قضنفر، أسامة حسني إلى سامي الجزيري، إلى مرة ثانية محمد علي قضنفر إلى أسامة الجزيري، أسامة حسني، أسامة يمرر إلى معرفي، معرفي، ولكن هذه المرة عزيز الضفيري، هذه المرة عزيز الضفيري يتصدى لتسديدة عبد الله معرفي. تبقى النتيجة 15-12، 17 دقيقة، آخر 7 دقائق الأخيرة على انتهاء الشوط الأول. عزيزي المشاهد، كاظم متقدم بالنتيجة بفارق 3 أهداف، 15-12. أنور بن عبد الله، إبراهيم الأمير، أنور بن عبد الله، محمد جواد، كرة مع محمد جواد إلى محمد فراد،
إلى محمد جواد مرة ثانية، يمرر إلى فواز المشاري، كرة مع محمد فراد، إلى محمد جواد، إلى أنور بن عبد الله يسدد، ولكن تسديدة أنور بن عبد الله يتصدى لها مهدي خان، وترجع الكرة للعرب وتمريرة، ولكن لا تسدد بهذه الطريقة أمام عزيز الظفيري، ما نسدد أمام عزيز الظفيري، محمد فراد إلى الروضان، ويا يا فهد الروضان على هذا الهدف، هدف جميل لفهد الروضان. راح نشوف التمريرة والإعادة، تمريرة محمد فراد لفهد الروضان اللي سدد بكل جمالية على مهدي خان ليسجل الهدف 16 كاظمة، 12 العربي، 6 دقائق أخيرة. هذا بوزو بدأ يشرب الماي، بدأ يهدي شوية بوزو، فارق 4 أهداف، باقي 6 دقائق على نهاية الشوط الأول، في هناك شوط آخر، ولكن إذا اقتربت النتيجة أكثر من ذلك راح بوزو راح يصير موقع آخر، وهدف هدف عملية الاختراق، عملية الاختراق من أسامة الجزيرة المحترف التونسي، الاندفاع من المنطقة الخلفية إلى دفاع كاظمة، لاحظ عملية التقاطع والاندفاع من الخلف إلى الأمام ليسدد ويسجل أسامة الجزيري الهدف 16-13. هذا أنور بن عبد الله، محمد جواد، أنور بن عبد الله، محمد جواد إلى محمد فراد، محمد جواد، أنور بن عبد الله، الكرة مع كاظمة، اللعب مرة ثانية، أتوقع أن فيها اللعب سلبي، راح يرفع يده باللعب السلبي الحكم، حكم المباراة، تمريرة إلى الجناح، ولكن الكرة لمست ساق اللاعب جاسم آرتي، فبالتالي خطأ ورمية 9 أمتار. هذا رؤوف الفرنسي من أصول جزائرية، الإخوان الأشقاء رؤوف وكريم، هذا الخطأ، كرة مع كاظمة، محمد فراد راح يسدد ويسدد، وهدف محمد فراد، وهدف هدف لمحمد فراد الهدف 17-13 كاظمة 13 العربي. هذا اللي عادة تسديدة من الزاوية، توقف الحارس مهدي خان، ولكن الكرة تدخل داخل المرمى، معلنة الهدف 17. الكرة مع أسامة الجزيري، علي نصير إلى أسامة حسني، إلى علي نصير، علي خطأ على علي، مشي بالكرة، خطأ على علي نصير ومشي بالكرة، خطأ على علي نصير ومشي بالكرة، كرة تنتقل إلى كاظمة، فارق 4 أهداف، 17-13، 4 دقائق على انتهاء الشوط الأول. عزيزي المشاهد، هذا أسامة حسني، لحد الآن لم يشاهد أسامة حسني بالمستوى المعروف والجميل والرائع اللي كان يقدم في المباريات السابقة. أسامة حسني أحد نقول اللاعبين المتميزين في دورينا المحلي. الكرة مع كاظمة، محمد فراد يسدد، ولكن تصدي من حائط الصد اولا من ثم حارس المرمى، لتنتقل الكره الى العربي، اسامه حسني، اسامه الى اسامه الجزيري، اسامه الجزيري الى القلاف، ولكن صافره وخطا لصالح العربي، ورميه 9 امتار، رميه 9 امتار لصالح فريق العربي، خروج وليد القلاف ونزول علي نصير، كره مع اسامه جزيري الى اسامه حسني، علي نصير، أسامة حسني إلى غضنفر، علي نصير مرة ثانية، علي يخترق، ولكن دخول خاطئ على علي نصير، وهجوم خاطئ على علي نصير، وبالتالي تنتقل الكرة الآن لي كاظمة، هذا الإعادة، لاحظ دخول خاطئ على علي نصير، كان من الممكن أن يمرر إلى الجناح، ولكن حركة الدفاع والوقوف أمام علي نصير وأعطى المجال لعلي نصير أن يعمل فاول، بالتالي تنتقل الكرة إلى كاظمة، محمد جواد، أنور بن عبد الله، 17-13، أنور بن عبد الله يمرر، تنقطع الكرة، هجمة سريعة، جاسم آرتي، كرة مع جاسم آرتي إلى أسامة الجزيري، وهدف أسامة الجزيري، أسامة الجزيري، وهدف هدف لأسامة الجزيري. فواز مشاري يقول يا حكم فيها فاول، لا ما فيها فاول، اللاعب مرتقي وطالع الجنب فوق، انت مدافع عليه وهو صاعد فوق، فبالتالي لا يوجد هناك اي خطأ او اي دخول خاطئ على أسامة الجزيري، وهدف للعربي 17-14. فواز الى
محمد فراد، محمد جواد، أنور، جواد، فراد، جواد، بن عبد الله، إلى جواد، إلى فواز مشاري، إلى أنور بن عبد الله يسدد، وهو هدف مفاجئ، هدف وتسديدة مفاجئة، تسديدة مفاجئة من أنور بن عبد الله ليسدد ويسجل، ليسدد ويسجل الهدف، ليسجل الهدف 18 آخر دقيقة، الدقيقة الأخيرة، فارق 4 أهداف لصالح كاظم، أسامة حسني الجزيري، أسامة حسني مرة ثانية إلى أسامة الجزيري، أسامة تسديدة ولكن مسك، مسك من عزيز ظفير وفاس بريك لفواز، فواز يهدي اللعب، تهدئة للعب اللاعب كاظم، تهدئة للعب ولكن عملية التصدي الجميلة والرائعة من ضرقام الحراسة الكويتية عبد العزيز الظفيري لتسديدة أسامة الجزيري. ترجع الكرة جواد بن عبد الله، آخر نص دقيقة، هل يسجل كاظم؟ هل يسجل كاظم ويوسع الفارق إلى 5 أهداف أم تبقى النتيجة فارق 4 أهداف مع نهاية الشوط الأول؟ عزيز المشاهد، كرة مع فواز مشاري، أنور بن عبد الله إلى محمد فراد، إلى صافرة وخطأ، 15 ثانية الأخيرة، آخر 15 ثانية على انتهاء الشوط الأول، 10 ثواني، محمد جواد، أنور راح يسدد، راح يسدد أنور، راح يسدد أيضا صافرة وخطأ، وأربع ثواني، أربع ثواني، ثانيتين، ثانية، وأطلقت الصافرة أعزائي المشاهدين، أطلقت الصافرة بانتهاء الشوط الأول، ولكن هناك رمية حرة لابد من تأديتها، خلاص لاعبي كاظم يدي الرمية الحرة، فبالتالي أعزائي المشاهدين انتهى الشوط الأول بتقدم كاظم على العربي بنتيجة 18-14. إلى استديو التحليلي وزميلي مشعل جوهر وضيوف الكرام الكابتن سالم محمود والكابتن خالد حسين كباتن الزمن الجميل للعبة كرة اليد الكويتية، على أمل أن نلتقي بكم بعد هذه الاستراحة وهذا الاستديو التحليلي، فإلى اللقاء. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهى الشوط الاول من صالح نادي كاظم 18-14، ونشكر معلقنا محمد الشكري تعليقه على مجريات الشوط الاول. كاظم استغل كابتن خالد، كابتن سالم استغل فاست بريك واخطاء العربي، والعربي لم يقدم بالشوط الاول كدفاع، الدفاع اليوم العربي غير الدفاع العربي اللي كنا نعرفه. شوف الشوط الاول يعني الحاله اللي واضحه اليوم، تكتيك الهجوم لنادي كاظم اليوم ارهق دفاع العربي. صحيح اليوم الجماعيه اللي شفناها مثل ما ذكرنا قبل المباراه، اليوم الجماعيه اللي يلعب فيها نادي كاظم، حتى بنشوف نسب التسجيل اليوم من كل الاماكن. نعم اللي هو فهد الرضان على الدائره، المسعودي من الجناح مع فواز المشاري، احمد جواد، انور بن عبد الله، محمد فراد، كل الفريق سجل. نعم فهذا يعطيك انطباع اليوم تكتيك الهجومي لنادي كاظم، اليوم الجماعيه اللي شفناها بالشوط الاول هي نوعا ما اتعبت او ارهقت دفاع نادي العربي اللي اليوم ما مو مو يعني ما كان بالحاله الفنيه المطلوبه. نعم. اليوم السرعه اللي طبقها نادي كاظم من الدفاع تصديات عبد العزيز الظفيري، عبد العزيز الظفيري اليوم انا بوجهه نظري نجم الشوط الاول، صدى يمكن 4 أو 5 كرات. صحيح حولوها للفاست بريك السريع. نعم استطاع انه يستفيد منها اليوم تحركات انور بن عبد الله اليوم السريعه. نعم. والتقاطعات وتنزيل الكرات للدائرة أو توزيع الأجنحة اليوم كان لها فارق بالشوط الأول. نعم. العربي اليوم مشكلتك اللي شفناها الهجومية، خلينا نتكلم الدفاعية. نعم. تكلمنا ما كان اليوم الخطوط ما كانت متقاربة. نعم. كان في فتح مساحات كبيرة اليوم. صحيح. في دفاع نادي العربي. نعم. استغلها نادي كاظم استغلال صحيح اليوم بالحالة الهجومية. معه كان بالهجومية مع كابتن سالم، شوفوا اللقطة هذه اللي أنا طلبتها. نعم. عند الكرة عند أسامة الجزيري، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، شوف
رجعت الكرة هذه بلشت من أول 10 دقائق في المباراة. الأخطاء الكثيرة اللي حصلت فريق العربي أخطاء تمرير وأصرارهم على تسقيط الكرة إلى الدائرة، هذه مو أول حالة. نعم. هذه حالة من الحالات اللي استغلوها كاظم مثل ما تفضلت أنه حولوها إلى فاست بريك، هذه واحدة من الحالات. هذه الكرة ما تتسقط إلى لاعب الدائرة، تتكمل تسلسل للاعب الجناح أو لاعب الباك، يعني شيء واضح. نعم. شيء واضح من هالحالة هذه في نعم. أكثر من حالة حصلت لفريق العربي نعم. بنفس الطريقة هذه. يمكن نتكلم عن أسامة حسني أكثر نعم. من الجهة هذه، لأن أغلب نعم. الهجوم كان يبدي من عنده نعم. ويمكن حتى تخليص الهجمة نعم. تكون عنده، ولكن تصرف اللي تصرفه أسامة حسني نعم. أنا يمكن تكلمنا أنا وكابتن خالد، مو تصرف لاعب محترف. ساعات ان الكره لما يوصل للستة متر وسبعة متر، انا اليوم كلاعب محترف او لاعب خط خلفي اوصل للسبعة متر، مطلوب مني اني انا اللي اخلص نعم. الكره، مو اوصلها للجناح نعم. يمكن هو عنده مشكله في التصويب. انا اعتقد اليوم انا من مشاهدتي لاسامه حسني انا اقول عنده مشكله انه ما يقدر يصوب. صحيح. شنو مشكلته هذه راجعه حقه، لانه ما اشوفه في اكثر من حاله يوصل للهدف انه يسجل، ولكن ما يسجل. قاعد يمرر الكره. نفس الشيء عند سعود الضويحي، هو كلاعب سنتر يماطل بالكره، النص مسكر عند فريق كاظم، يعني احنا المفروض نلعب على الباكات، ولا الباكات هم اللي يفتحون حق الاجنحه. الاجنحه استطاعوا ان يسجلون اهداف، ولكن ما وصلت لهم الكرة، يعني نسبتهم قليلة. نعم. تسجيل هدف عبد الله معرفي وهدفين جاسم بالضبط، يمكن بس هدفين بس من الأجنحة ما توصلهم الكرة. صح. الباجي كله معتمدين على الوسط، وتمريرات خاطئة كثيرة عند العربي. صح. استغلها. نعم. فريق كاظم خاصة بالبداية. صح. نعم. بداية أول 10 دقائق فرق 5 أهداف فرق فيها. نعم. اللي طلب تايم اوت اضطر ان فولاد كابتن احمد فولاد يطلب تايم اوت صلح نوعا ما الهجوم. الخلل مثل ما قال كابتن خالد، الخلل واضح ترى في الفريقين، ترى الدفاع مو ما كان جيد. 14 هدف مع الاخطاء اللي اخطاها فريق العربي، بالاضافه الى 18 هدف في هذا، منهم اغلب الاهداف عن طريق الفاست بريك. احنا لما نشوف فواز يسجل نسبه كبيره بالاهداف، اعرف ان فواز، لان اللاعب الوحيد اللي يطلع فاست بريك اسرع لاعب في فريق كاظمه. صحيح. يطلع بالطريق الهجمه المرتده الفاست بريك ويسجل اهداف، لاعب نعم. يمتاز بهذه الميزه. سجل 5 أهداف نعم. عن طريق الفاست 4 أهداف عن طريق الفاست بريك وهدف من الجناح. فانا اعتقد ان مشكله العربي يمكن الدرجه الاولى اللي تكلم عنها الكابتن خالد هي الدفاع. نعم. والهجوم عنده ايضا مشكله في نعم. التمرير والاستلام، يعني صحيح. اخطاء بسيطه هذه ما تعتبر محترفين. احنا لما نقول لاعبين محترفين، اليوم ما شفنا اسامه الجزيري نهائيا ما شفنا، يعني مو هذا اسامه الجزيري. نعم. اسامه الجزيري هو اللي يعتمد عليه دينامو الفريق، للفريق اذا سجل اهداف، مع انه هو المسجل اكبر واحد، اربع اهداف اعتمدوا عليه. نعم. خلال 30 دقيقه. نعم. 30 دقيقه شويه. صحيح. كلاعب يسجل 4 أهداف، مشاري سجل 5 أهداف أكثر منه، لاعب جناح. نعم. من لاعب فريق كاظمة. صحيح. سعود ضويحي أنا أقول إنه هو اللي قاعد يمشي الفريق. نعم. يمشي الباكات. نعم. ولكن اعتماده أكثر شيء على جهة اليمين. صحيح. وهو عنده القوة في جهة اليسار. نعم. صوب أسامة الجزيري. كابتن خالد، نفس ما تفضلت، يعني شو اللي يحتاجه العربي بالشوط الثاني؟ يحتاج العربي مثل ما ذكرنا، يحتاج توزيع المهام، اللعب على الفريق كامل. صحيح. يعني مثل ما ذكر ابو عبد الله، اليوم انت اسامه حسني مختفي نهائيا، غايب نهائيا. ترى والسبب اختفاء عبد الله معرفي من الجناح هو السبب الرئيسي اسامه حسني، لانه مو قاعد يوصل الكره نهائيا. بعدين انت لاعب باك، احنا مثل ما ذكر ابو عبد الله لاعب الباك. نعم. انت تنطر توصل للتسعة متر عشان تصوب. صحيح. فما بالك انت توصل للسبعة وما تصوب. فمثل ما ذكر في عنده في مشكله. نعم. في مشكله. فعلى الكابتن احمد فولاذ، علي نصير موجود، اتوقع موجود. صح. ممكن انها تستفيد منه اكثر من اسامه حسني، اذا لان اسامه حسني مو بالحاله لا البدنيه ولا الذهنيه اللي شفناها بالشوط الاول انه موجود. فممكن البديل علي نصير يكون، علي نصير عنده التحركات السريعه، عنده الاختراقات، عنده التصويب الخارج 9 متر، ممكن انه يكون بديل ناجح بدال اسامه حسني. الحراسه
لا انا بذكر بس حتى ابو علي على انت عندك انت اعتمادك اليوم بالناحيه الهجوميه على اسامه الجزيري. نعم. فانت صحيح. لا تعطي الحمل الزايد وهذه اللقطات طول يعني طول المباراه فعلا انت بتحط حمل زيادة على اسامه الجزيري تبي هو اللي يخلص لك الهجمه في كل هجمه ما يصير هذا صعب انت عندك اجنحه ممتازين وتعودنا على العرب انه يلعب على اجنحه يلعب على الدائره يلعب انا ذكرت لك قبل المباراه قلت لك الفريقين يلعبون بطريقه جماعيه ممتازه جماعية. نعم. فهذا اليوم استثنينا بالشوط الاول في نادي العربي ما شفناه لعب شفنا. هالطريقه كاظمه كان افضل كاظمه افضل بهالطريقه وطبقها بشكل ممتاز جدا نعم. اذا بني ابو علي على الحراسه نعم. الحراسه بالفريقين ممتازه جدا صحيح. بالنسبه لمهدي مهدي خان او عبد العزيز الظفيري قاعد يؤدون اللي عليهم مع سوء الحاله الدفاعيه صحيح. لنادي العربي ولكن نشوف ان مهدي القلاف قاعد يتصدى العديد من الكرات ولا كان الفارق راح اكثر من كذي عزيز الظفيري يعني عودنا في كل المباريات انه يكون هو من نجوم المباراه ما بيقول نجم الاول ولكن من نجوم المباراه يطلع بصوره ممتازه جدا ونسبه صحيح. تصديات ممتازه جدا كابتن سالم الشوط الثاني شو اللي يحتاجه العربي اكثر من كاظم التنظيم الدفاعي رقم واحد نعم. احنا دائما انا في حتى وانا مدرب اول شيء اركز على الدفاع صحيح. انا لما يدخل علي 18 هدف انا اول شيء كتنظيم هجومي كاظم افضل صحيح طريقه الدفاع العربي طريقه غريبه 6-0 مع ترحيل في فراغات كبيرة يعني 6-0 المفروض تقلل الفراغات نعم. أنا أشوف 6-0 مع فتح فراغات نعم. التسجيل الأهداف كلها قاعد تصير عن طريق الاختراقات ما في تصويب ترى من خارج التسعة نعم. خارج التسعة يمكن هدف أو هدفين تصوبوا من خارج التسعة بالضبط طيب. بس والباقي كله عن طريق مساعدات. الاختراق نعم. وتسقيط للاعب الدائرة وهذا الشيء أنا أعتقد أنه بالدرجة الأولى تنظيم الدفاع وتغيير طريقة نعم. الدفاع الى 5-1 او 4-2 نعم. مثل ما قاعد يلعب فريق كاظمه 4-2 نعم. طريقه ناجحه ونجح فيها توقعاتك لا زلت انا اقول ان العربي راح يرجع بالشوط الثاني كابتن خالد مبروك كاظمه مبروك كاظمه عشان ابو عبد الله محمد شكري عندك التوقع صوت الصوره لك عادين اسعد الله مساءكم بكل خير هذا محمد الشكري يحييكم اجمل تحيه مره اخرى من صاله الشيخ سعد عبد الله صباح رحمه الله عليه الالعاب الرياضيه بضاحيه صباح السالم لننقل لكم وصفا تفصيليا للمباراه المقامه اللي نشاهدها امامنا ما بين كاظمه والعربي واللي انتهى الشوط الاول بتقدم كاظمه على العربي بنتيجه 18-14 بعد مباراه كانت يعني نقول متقاربه المستوى ولكن افضليه لكاظمه بنسبه الاهداف أفضلية لكاظمة لاقتناص أخطاء العربي اللي عملها في الشوط الأول تمكن كاظمة من إحراز الأهداف من أخطاء العربي فبالتالي اللقطة اللي شاهدها أو النتيجة اللي قاعد نشاهدها الآن تفوق كاظمة على العربي سبب أخطاء المتراكمة من فريق النادي العربي في الشوط الأول بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة بشوط الثاني والكرة بدايتها مع العربي بعد ما كانت مع كاظمة في الشوط الأول الآن في الشوط الثاني مع فريق العربي كرة مع العربي هل العربي سيقتنص نقطته هذه المباراة أم كاظمة سيكمل هذا المستوى ويبقى الفارق حتى نهاية المباراة هذا ما سنتابعه بعد نهاية الصافرة أعزائي المشاهدين علي تسديدة وهدف علي نصير وهدف المحترف الكويتي المحترف الكويتي علي نصير وأول هدف في الشوط الثاني كما ذكرناكم أعزائي المشاهدين أن هذه المباراة تعتبر مهمة ليس فقط لكاظمة والعربي ولكن أيضا مهمة للسالمية وللغاتسية السالمية يريد أن يتثبت في المركز الرابع ويكون منافسا للمركز الرابع العربي أيضا يريد المركز الرابع كاظمة يريد المركز الثاني والغاتسية بمركز الثاني فبالتالي تعتبر هذه المباراة مهمة لكل الفريقين اللي شاهدها أمامنا وأيضا للسالمية والغاتسية الكرة مع انفرح الأنور بن عبد الله كرة مع أنور بن عبد الله تسديدة وهدف أنور بن عبد الله وهدف هدف 19 أحمد الفرحان نزول أحمد الفرحان في الشوط الثاني وسام الجزيري إلى علي نصير علي وصافرة وخطأ علي وخطأ كرة مع كاظمة أو مع العربي محمد نبيل إلى علي نصير لمحمد نبيل هذا الهدف اللي سجل عن طريق اللاعب أنور بن عبد الله هذا الإعادة لهدف أنور بن عبد الله الهدف 19 الكرة مع سام الجزيري محمد نبيل الى محمد علي قضنفر الى اسامه الجزيري
إلى علي نصير، أسامة الجزيري مرة ثانية، أسامة يسدد ورمية جزاء، إشارة واضحة من حكم المباراة، حكم المباراة ورمية جزاء لصالح العربي عن طريق اللاعب المحترف التونسي أسامة الجزيري، وخطأ على أنور بن عبد الله، رمية جزاء واللي راح يسدد أحمد حسين وعبد العزيز بالمرمى، عزيز الظفيري، أحمد وعزيز، عزيز وأحمد، أحمد وعزيز، وتسديدة خارج المرمى، خارج المرمى، تسديدة أحمد حسين خارج المرمى، تسديدة أحمد حسين من الرمية الجزائية خارج المرمى، لتبقى النتيجة 19 كاظمة 15 العربي. كرة مع كاظمة، نفرح إلى سعد الحيدري، أنور بن عبد الله، محمد جواد، إلى إبراهيم الأمير، محمد جواد مرة ثانية، الكرة مع كاظمة، محمد جواد، سعد الحيدري، عبد الرحمن الشمري، إلى سعد الحيدري، إلى محمد جواد، أنور بن عبد الله، إلى الجناح إبراهيم الأمير وإبراهيم وأحمد الفرحان، أحمد الفرحان، أحمد هو ياكم 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 ياكم، أحمد الفرحان، أحمد الفرحان يا كاظمة، أحمد الفرحان، أحمد الفرحان، إذا ما كان في يومه وفي قمة مستواه صعب 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 إنك تسجل عليه. أحمد الفرحان من الحراس صراحة المتميزين في دورينا المحلي، إذا ما كان في يومه في قمة مستواه هو دائما وأبدا، بسم الله ما شاء الله عليك يا أحمد الفرحان، دائما ما يكون نجم المباراة وأحد نجوم المباراة وأحد نجوم شباك المباراة. تسديده من علي نصير ولكن باستعجال تنقطع الكرة، هجمة سريعة، أنور بن عبد الله وهدف انفراد، أنور بن عبد الله وهدف انفراد، واعتذار اعتذار من أنور بن عبد الله لزميله أحمد الفرحان. هذه التسديدة باستعجال من علي نصير لترجيع الكرة إلى هجمة سريعة وفاست بريك سريع لأنور بن عبد الله ليسدد ويسجل الهدف العشرين، 20 كاظمة 15 العربي، 20 كاظمة 15 العربي. الكرة مع أسامة الجزيري، خطأ على أسامة، دخول خاطئ، دخول خاطئ، هجمة سريعة، فاز بريك سريع، عبد الرحمن الشمري وهدف، عبد الرحمن الشمري والهدف، الهدف الواحد وعشرين، الهدف الواحد وعشرين. كاظمة يستقل أخطاء العربي بعملية الفاز بريك السريع، الفاز بريك السريع ليسجل عبد الرحمن الشمري الهدف الواحد وعشرين، 21 كاظمة 15 العربي. هذا اللي عاد لهدف عبد الرحمن الشمري الأخير بالانفراد التام بالحارس أحمد الفرحان، محمد نبيل، محمد علي غضنفر، علي نصير، أسامة الجزيري، أسامة إلى غضنفر، وتصدي جميل، تصدي جميل من عزيز الظفيري، تصدي جميل من ضرقام الحراسة الكويتية عبد العزيز الظفيري، وهذا محمد علي غضنفر، هذا اللي عاد تمرير أسامة الجزيري محمد علي غضنفر وتصدي من عبد العزيز الظفيري. ترجع الكرة للعربي، كرة مع العربي، أسامة الجزيري، يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا الظفيري يا عزيز يا الظفيري، تصدي من عبد العزيز الظفيري، ترجع الكرة، ترجع الكرة، محمد أو سعد الحيدري، أنور بن عبد الله، محمد جواد، تسعى الفارق إلى 6 أهداف، الفارق الآن أصبح 6 أهداف ما بين كاظمة والعربي، والتفوق دائما وأبدا من بداية الشوط الأول كاظم هو المتقدم ولا زال هو المتقدم بفارق 6 أهداف. محمد جواد، أنور بن عبد الله، محمد جواد إلى شمري وهدف عبد الرحمن، عبد الرحمن الشمري وهدف، الهدف 22، سنتر السريع، أسامة الجزيري إلى نصير، إلى عبد الله مصطفى، إلى علي نصير، إلى أسامة مرة ثانية، علي نصير يسدد يمرر إلى عبد الله مصطفى وهدف عبد الله مصطفى، هدف لعبد الله مصطفى. المباراة الأخيرة اللي كانت ما بين العربي وكاظمة اللي تعادل فيها الفريقين من خلال اللاعب عبد الله مصطفى بآخر ثلاث ثواني، تمكن العربي من التعادل مع كاظمة في ذيك المباراة المتميزة والرائعة واللي أضاع فيها كاظمة من خلال اللاعب إبراهيم الأمير وتسديدته خارج المرمى، وكان الكاظمة متقدما بفارق هدفين في آخر دقيقة ونص، تمكن العربي من التعادل أمام كاظمة بآخر دقيقة ونص. هل يفعلها العربي الآن في هذه المباراة أم كاظمة يقول لا خلاص مو كل مرة تسلم الجرة؟ وهدف، هدف لسعد الحيدري،
هدف لسعد الحيدري، ترجع الكرة سنتر السريع، سنتر السريع وهدف أحمد علي غضنفر. محمد علي غضنفر بالسنتر السريع العربي يسجل الهدف 18 أو 17 العربي 23 كاظمة 17 العربي. هذا اللي عاد وهدف سعد الحيدري. طبعا أيضا هناك مباراة بعد هذه المباراة ما بين الكويت والسالمية، وسوف تكون بصوت المعلق الأستاذ والمعلم والمربي الفاضل والهامة الكبيرة ورمز من رموز الرياضة الكويتية الكابتن جاسم الثياب، هو من سيعلق على المباراة القادمة. تسديدة من سعد حيدري وتصدي من أحمد الفرحان وهجمة سريعة، هجمة سريعة نصير وهدف علي نصير وهدف المحترف الكويتي. هذا المحترف الكويتي، هذا المحترف الكويتي، هذا اللي عاد وتصدي أحمد فرحان والفاس بريك الجميل الرائع من أحمد الفرحان لعلي نصير المنفرد تماما بالحارس عبد العزيز الضفير اللي يسدد ويسجل الهدف 18 23 كاظمة 18 العربي. 8 دقائق على بداية المباراة بشوط الثاني عزيزي المشاهد. الكرة مع كاظمة، أنور بن عبد الله، محمد جواد إلى سعد الحيدري، محمد جواد، أنور بن عبد الله إلى المسعود عزيز، إلى أنور بن عبد الله، لعب سلبي، إشارة راح يرفع الحكم بإشارة اللعب السلبي على ما أعتقد، نعم رفع إيده، سعد الحيدري إلى محمد جواد، أنور بن عبد الله يسدد أنور، تسديدة طائشة وسلبية من أنور بن عبد الله خارج المرمى، ترجع الكرة للعربي، كرة مع العربي، علي نصير إلى سامي الجزيري، إلى محمد نبيل، كرة مع محمد نبيل، سامي الجزيري إلى علي نصير، عبد الله مصطفى، علي نصير، كرة مع العربي، أسامة الجزيري إلى عبد الله مصطفى، أسامة الجزيري مرة ثانية إلى محمد نبيل، أسامة يسدد تسديدة ولكن عزيز الضفير يتصدى، عبد العزيز الضفير يتصدى لهذه التسديدة، أرقام الحراسة الكويتية أيضا ايضا ايضا عزيز الضفيري، عبد العزيز الضفيري من الحراس المتميزين. طبعا لم نذكر عبد العزيز الضفيري احد اميز حراس الدوري المحلي وحارس مرمى منتخبنا الوطني، من الحراس اللي نعتمد عليهم صراحه في الحراسه، حراسه المرمى لمنتخباتنا الوطنيه. الكره مع كاظمة، الكره مع كاظمة، عبد الرحمن الشمري، سعد الحيدري، دفاع متقدم من العربي، سعد الحيدري، سعد إلى أنور بن عبد الله إلى المسعودي وتصدي، تصدي من الفرحان، ترجع الكرة أسامة الجزيري، هجمة سريعة وهو يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا الضفيري يا عزيز يا عزيز يا الضفيري، برافو لأحمد الفرحان وبرافو لعبد العزيز الضفيري، برافو لأحمد الفرحان على هذا التصدي، هذا تصدي أحمد الفرحان، وهناك أيضا تصدي لعبد العزيز الضفيري. حراس متميزين، حراس متميزين، حراس، نعم مباراة حراس، لما نقول مباراة حراس مباراة حراس، أحمد الفرحان وعبد العزيز الضفيري. الكرة مع كاظمة، الكرة مع كاظمة، محمد جواد إلى سعد الحيدري، أنور بن عبد الله، كرة مع محمد جواد مرة ثانية، راح يمرر ويسدد، يمرر إلى المسعودي، إلى أنور بن عبد الله، إلى المسعودي مرة ثانية وتصدي أيضا، أيضا تصدي وخطأ، خطأ على المفرح، ترجع الكرة هجمة سريعة وتمريرة، ولكن تمريرة خاطئة من أحمد الفرحان، ترجع الكرة مرة أخرى لكاظمة، ترجع الكرة مرة ثانية لكاظمة، تمريرة خاطئة من أحمد الفرحان ولكن تقطع الكرة من قبل لاعبي كاظمة، ترجع الكرة مرة ثانية لكاظمة. دقيقتين تقريبا لم يسجل أي فريق أي هدف، الدقيقتين الماضيتين لم يسجل أي فريق لأي هدف. 28 أو 23 عفوا 23 كاظمة 18 العربي. 12 دقيقة، أنور بن عبد الله راح يمرر، يمرر تمريرة خاطئة، ترجع الكرة علي نصير إلى غضنفر، محمد علي غضنفر وهدف، هذه المرة هدف، هذه المرة العربي يسدد ويسجل عن طريق اللاعب محمد علي غضنفر والهدف 19. هذا اللي عاده تمريره الخاطئ، تمريره خاطئ ليقتنص العربي هذا الخطأ من لاعبي كاظمة ليسجل الهدف 19 23 19.
23 كاظم 19 العربي الكرة مع كاظم فراد سعد الحيدري يسدد سعد ولكن خطأ ورمية حرة. هذا سعد الحيدري هذا سامي الجزيري المحترف التونسي الكرة مع محمد جواد كرة مع كاظم محمد جواد إلى محمد فراد إلى المسعودي إلى محمد جواد إلى سعد الحيدري راح يسدد أو يمرر محمد جواد كرة مع محمد إلى الجناح مفرح وهدف هدف 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 لمفرح محمد مفرح هدف لمحمد مفرح الهدف الأربعة وعشرين هذا اللي عادة تمريرة محمد جواد لمحمد مفرح اللي سدد على مرمى أحمد الفرحان اللي يسجل الهدف الأربعة وعشرين 13 دقيقة آخر 17 دقيقة على نهاية المباراة الكرة مع العربي محمد نبيل سامي الجزيري إلى غضنفر وهدف هدف عملية التسليم والاستلام عملية التسليم والاستلام وهدف هذه عادة هذه تمريرة سامي الجزيري لمحمد علي غضنفر لاعب الدائرة اللي يسدد بكل قوة ويسجل الهدف 24-20 النتيجة متقاربة بلعبة كرة اليد الأربع أهداف ممكن خلال دقيقة ونص دقيقتين تنقلب المباراة رأسا على عقب كل شيء ممكن الكرة مع كاظم حيدري إلى طرارو إلى محمد فراد إلى المسعودي عبد العزيز إلى طرارو تنقطع تمريرة خاطئة من المسعودي لعبد الله طرارو ترجع الكرة للعربي عبد الله مصطفى الجزيري أسامة إلى مصطفى إلى عبد الله إلى الدائرة تسديدة ولكن عزيز الوقت المناسب طرقام الحراسة الكويتية عزيز الضفيري في الوقت المناسب يمنع العربي من تقليص الفارق من خلال هذا التصدي الجميل الرائع للحارس المتميز عبد العزيز الضفيري. تبقى النتيجة فارق 4 أهداف 24 كاظمة 20 العربي 15 دقيقة ونص على نهاية الشوط الثاني من المباراة. عزيزي المشاهد الكرة مع كاظمة طرارو محمد فراد إلى سعد الحيدري راح يسدد سعد وهدف لسعد الحيدري سنتر السريع أسامة الجزيري وهدف أيضا بالسنتر السريع هدف أيضا بالسنتر السريع لفريق العربي ليسجل الهدف 21 هذا اللي عاد السنتر السريع سامي الجزيري والمهارة الفردية اللي امتلكها هذا المحترف الجميل والرائع سامي الجزيري المحترف التونسي وأيضا هذا هدف سعد الحيدري الأخير 25-21 كاظمة 21 العربي انتصفنا الشوط الثاني عزيز المشاهد عبد الله طرارو عبد الله إلى محمد فراد إلى عبد العزيز المسعودي إلى محمد فراد عبد الله طرارو إلى حيدري إلى طرارو إلى الحيدري راح يمرر إلى محمد فراد راح يسدد ويمرر صليلي وهدف حامد لصليلي وهدف هدف لحامد صليلي سنتر السريع الكرة مع العربي إلى عبد الله مصطفى إلى علي نصير إلى سامي الجزيري يهدي العربي محمد نبيل رمى محمد نبيل إلى علي نصير لمحمد نبيل علي نصير مرة ثانية إلى أسامة الجزيري كرة مع العربي محمد نبيل أسامة الجزيري أسامة إلى علي نصير تسديدة علي نصير خارج المرمى ترجع الكرة هجمة سريعة يا عزيز يا مفرح يا الضفيري تسلم ايدك يا عبد العزيز الضفيري وتسلم ايدك يا محمد ينفر على هذه التسديده والتمريره الرائعه
على طبق من ذهب من عزيز الظفيري. كرة معك العربي نصير إلى أحمد حسين وهدف، هدف أحمد حسين، أحمد حسين والهدف 22. ولكن الظفيري عزيز 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 الظفيري حارس كاظم وحارس مرمى منتخبنا الوطني ضرغام الحراسة الكويتية عبد العزيز الظفيري. الكرة معه كاظم سعد الحيدري الطراروة إلى المسعودي محمد فراد طراروة سعد الحيدري طراروة مرة ثانية كرة مع كاظم حامد الصليلي حامد إلى محمد فراد إلى سعد الحيدري يمرر ولكن صافرة وخطأ ورمية 9 أمتار لصالح كاظم رمية 9 أمتار لصالح كاظم. الكرة مع سعد الحيدري يمرر سعد ولكن أيضا خطأ ورمية حرة خطأ ورمية 9 أمتار. هذا عبد الله طراروة لاعب شاب يقدم كاظم بهذا الموسم. عبد الله طراروة يسدد وهدف وفيها إيقاف مؤقت، فيها إيقاف مؤقت على عبد الله مصطفى. ولكن برافو يا عبد الله يا طراروة، برافو يا عبد الله يا طراروة على هذا الاختراق. لاحظ لاحظ عبد الله طراروة، يا سلام يا سلام عليك يا عبد الله يا طراروة على هذا الاختراق. هدف جميل وإيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب عبد الله مصطفى. نقص عدد لفريق العربي. نقص عدد لفريق النادي العربي. هذا عبد الله مصطفى والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين. الكرة معه أسامة حسني إلى أسامة الجزيري إلى علي نصير محمد نبيل أسامة حسني كرة مع أسامة حسني يحاول إلى علي نصير أسامة مرة ثانية محمد نبيل محمد نبيل يسدد ولكن صافرة وخطأ ورمية حرة صافرة وخطأ ورمية حرة لصالح العربي. صافرة واضحة من حكم المباراة اللعب السلبي إشارة واضحة من حكم المباراة. حكم المباراة اليوم رؤوف كريم من فرنسا ومن أصول جزائرية. حكم المباراة يطلب من محمد فراد ومبارك العنزي والرجوع إلى مسافة 3 أمتار وعدم التقدم قبل لا يؤدي الفريق الرمية الحرة. كرة مع العربي رمية حرة لعب السلبي تضمت الكرة في ساق اللاعب خاطئ خاطئ على لاعب العربي خاطئ على لاعب العربي خاطئ على أسامة الجزيري لمست الكرة ساق اللاعب فبالتالي خطأ على أسامة الجزيري. بتنتقل الكرة إلى العربي أو عفوا لكاظمة 28-22 آخر 10 دقائق العشر دقائق الأخيرة فارق 6 أهداف لصالح كاظمة. كرة مع سعد الحيدري سعد تنقطع الكرة تقطع الكرة محمد نبيل محمد نبيل وهدف هدف برافو برافو يا محمد يا نبيل برافو 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 يا محمد يا نبيل على هذا المجهود الفردي الرائع صراحة. عملية قطع الكرة وعملية تنطيط الكرة وعملية التحرك مع الكرة وعملية التسديد كل هذه الأمور عملها محمد نبيل في الهجمة الماضية. برافو يا محمد يا نبيل. هدف 23-28 محمد فرات تسديده ولكن خارج المرمى. ترجع الكرة هجمة سريعة فاست بريك سريع فاست بريك سريع وتقطع من علي نصير ترجع لجواعد حارس نادي كاظمة الثاني. الآن الحارس الثاني لكاظمة أحمد لجواعد أيضا من الحراس كما تحدثنا قبل قليل من الحراس المتميزين لمنتخب الشباب ومن ثم سافر لتأدية الدراسة والتحصيل العلمي على ما أعتقد. الآن ربنا يوفق إن شاء الله وربنا يبارك إن شاء الله. أتوقع أنه خلص دراسته رجع الآن لمعشوقته ومحبوبته لعبة كرة اليد وحراسة المرمى. نتمنى له التوفيق التوفيق لكل لاعبينا التوفيق لكل لاعبينا بالتحصيل العلمي ومن ثم ممارسة الرياضة. الكرة مع تسديده وسعد الحيدري وتصدي أحمد فرحان هجمة سريعة هجمة سريعة وأحمد وليد القلاف. الكرة مع وليد القلاف يحاول وليد الكرة مع وليد القلاف ويمرر يمرر تمريرة إلى محمد نبيل تمريرة إلى محمد نبيل. الكرة مع العربي 28
كاظمة 23 العربي. طبعا نتمنى كل لاعبين خصوصا لاعبين الشباب نتمنى لهم التوفيق في التحصيل العلمي. تحصل على شهادتك، نصيحة مني، تحصل على شهادتك، اخذ شهادتك ومن ثم ارجع مارس رياضتك المحببة واللي تعشقها. وهذا ما يحصل لأحمد جواعد، كرة مع مصطفى عبد الله. يا جواعد وبرافو برافو يا أحمد يا جواعد. قلنا لكم أحمد جواعد حارس أحمد جواعد من الحراس المتميزين. هذا اللي عاده. يا سلام عليك يا أحمد يا جواعد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن يا أحمد يا جواعد، حارس كاظمة وحارس مرمى منتخبنا للشباب قبل ذلك. الآن إن شاء الله سوف يكون أحد الحراس المتميزين إن شاء الله للفريق الأول. أتمنى لك التوفيق. الكرة مع كاظمة، محمد جواد أو عفوا سعد الحيدري، طراروة سعد الحيدري، محمد فراد إلى عبد الله الطراروة. كرة مع عبد الله الطراروة، يسدد عبد الله وهدف. عبد الله الطراروة وهدف، هدف لعبد الله طراروة، وهدف السنتر السريع لأسامة الجزيري. هدف سريع لأسامة الجزيري من خلال السنتر السريع. هذا الهدف اللي سجله طراروة. الكرة مع كاظمة، عبد الله طراروة. كرة مع عبد الله الطراروة إلى سعد الحيدري، محمد فراد التونسي، سعد الحيدري. يا سعد يا الحيدري يا في المرمى هوبا يا الحيدري. حيدري وتسديده رائعه، تسديده رائعه ومفاجئه في المرمى العرباوي من خلال اللاعب سعد الحيدري. هدف جميل من سعد الحيدري، هدف جميل من لاعب كاظمة سعد الحيدري من الثبات من التسعة متر ليسجل الهدف الثلاثين أربعة وعشرين. 30-24 لصالح كاظمة. وقت مستقطع يطلبه الدكتور أحمد فولاذ. هذه بعض الأهداف التي سجلت في الدقائق والتصديات من عبد العزيز الضفيري لبعض التصديات من الحارس المتميز وضرقام الحراسة الكويتية عبد العزيز الضفيري، أحد الحراس صراحة المتميزين. عبد العزيز الضفيري بعض اللغطات والتصديات لعبد العزيز الضفيري اللي صراحة من خلال هذا الهدف، هدف جميل من سعد الحيدري وهذه الأهداف اللي سجلت لفريق كاظمة. استأنف الحكم المباراة بعد أن انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن الدكتور أحمد فولاذ مدرب النادي العربي. الكرة مع العربي، كرة مع العربي، سام الجزيري إلى القلاف وهدف. تمريرة جميلة من أسامة الجزيري أحمد اللي وليد القلاف ليسدد ويسجل الهدف. هذا الإعادة وتسديدة وليد القلاف، الهدف 25 لصالح فريق العربي. الكرة مع كاظمة المسعودي، وخطأ على المسعودي، لمس لمنطقة الستة أمتار من عبد العزيز المسعودي.
كرة معه، هذا اللمس لمس نعم نعم لمس لمنطقة الستة أمتار، قرار صحيح من حكم المباراة أسامة الجزيري إلى الجناح تسديدة، ولكن جويد جويد أحمد 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 لجويعد أحمد لجويعد، وتصدي جميل وثبات الحارس من الجناح، لاحظ دخول عبد الله، ويا سلام يا سلام يا أحمد يا جويعد، يا سلام عليك يا أحمد يا جويعد يا أبو شهاب، تصدي جميل لهذا الحارس الشاب المتميز، ربنا يوفقك يا أحمد، نبي نبي أحمد الجويعد، نبي غير أحمد الجويعد حتى يكون رافد أساسي لمرمى منتخباتنا الوطنية الأولى إن شاء الله، تمنى له التوفيق. كرة مع المسعودي إلى محمد فراد، سعد الحيدري يمرر إلى الدائرة، خاطع على حامد الصليلي، خاطع على حامد الصليلي، ترجع الكرة للعربي أسامة حسني إلى أسامة الجزيري إلى محمد علي غضنفر، محمد علي غضنفر، وهدف هدف هدف وإيقاف لمدة دقيقتين، هدف وإيقاف لمدة دقيقتين على من؟ على عبد العزيز المسعودي، عبد العزيز المسعودي، وإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين، هذا اللي عادة هذا اللي عادة هذا اللي عادة، لاحظ محمد علي غضنفر، لاحظ الإعاقة، حاول أنه يعيق اللاعب محمد علي غضنفر، ولكن اندفاع محمد علي غضنفر وتسديده وهدف، وهذا عبد العزيز المسعودي، الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين، نقص عدد لفريق نادي كاظمة، عدم وجود حارس، المرمى فاضي بالنسبة لفريق نادي كاظمة الآن، ونزول لاعب سعد الحيدري، امتي جول، كرة مع كاظم الأمير، وهو هدف 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 لإبراهيم الأمير، هدف لإبراهيم الأمير، يا جواعد يا أحمد يا جواعد، ولكن حكم المباراة يعيد اللقطة، يعيد لعبة السنتر، يعيد لعبة السنتر، هذا اللي عاد هذا اللي عاد هذا اللي عاد هذا اللي عاد، حكم المباراة يأمر بإعادة اللعبة، آخر أربع دقائق، الأربع دقائق الأخيرة على انتهاء المباراة، الكرة مع العربي أحمد حسين، ولكن تسديدة أحمد حسين خارج المرمى، تسديدة أحمد حسين هذه المرة خارج المرمى، لتبقى النتيجة تقدم كاظمة على العربي، الكرة مع كاظمة، 26 26 كاظمة، العربي 31 كاظمة، 26 العربي، 31 كاظمة، 26 العربي، 5 أهداف، باقي 4 دقائق، 4 دقائق أخيرة، حيدر يسدد وهدف، سعد الحيدري وهدف، هدف لسعد الحيدري، كرة ترجع للعربي، كرة مع العربي، جزيري وهدف أسامة، أسامة الجزيري وهدف، هدف للعربي عن طريق اللاعب أسامة الجزيري، 32-27 آخر دقيقتين، خلاص خلاص المباراة انتهت، المباراة تقريبا شبه منتهية، بعض الجماهير الحاضرة لهذه المباراة، بعض الجماهير اللي كان حاضرة للمباراة، الكرة معه، كرة مع كاظمة، كرة مع كاظمة، خلاص كاظمة ثبت نفسه في المركز الثاني، كرة مع محمد علي غضنفر، ترجع إلى أسامة الجزيري، أسامة يحاول ولكن صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، فارق 5 أهداف، أسامة حسني، أسامة الجزيري، آخر دقيقة، خلاص كاظمة في المركز الثاني، والقادسية الآن في المركز الثالث، بعد هذه المباراة وهذه النتيجة، تبقى النتيجة على المباراة الأخيرة لكلا الفريقين، سواء لهدف لأسامة حسني، خلاص تبقى النتيجة أو المركز الثاني يظل معلقا حتى المباراة الأخيرة، في حال فوز كاظمة على برقان خلاص، الآن كاظمة محتاج لنقطة في المباراة الأخيرة، في حال التعادل لكاظمة مع برقان، وأيضا لو القادسية يفوز على الكويت
سوف يكون كاظم هو في المركز الثاني بسبب نتائج الفريقين. آخر خمس ثواني أو آخر 15 ثانية السالمية الآن والعرب الآن. أيضا المباراة الأخيرة سوف تكون مباراة فاصلة في المباراة الأخيرة ما بين أيضا السالمية والعربي للحصول على المركز الرابع. أطلقت الصافرة أعزائي المشاهدين، أطلقت الصافرة أعزائي المشاهدين بفوز كاظم على العربي بنتيجة 32-28. مبروك لكاظم، هارد لك للعربي. كان معكم محمد أو مبروك لكاظم، هارد لك العربي، مبروك لكاظم، هارد لك للعربي. إلى الاستوديو التحليلي وزميلي مشعل جوهر والكباتن الكبار الكابتن سالم محمود والكابتن خالد حسين كباتن الزمن الجميل للعبة كرة يد الكويتية، كان معكم محمد الشكري. آمل أن تكونوا قد استمتعتم أعزائي المشاهدين في وصمة لهذه المباراة، على أمل أن نلتقي بكم في قادم مواعيد والمباريات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك المايك أخوي مشعل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهت مباراه كاظم والعربي من صالح نادي كاظم 32-28، ونشكر معلقنا محمد الشكري تعليقه على مجريات الشوطين. كابتن سالم، كابتن خالد، اول شيء سلم عليكم اداري نادي العربي عبد العزيز بن عباس، من الاداريين الناجحين ما شاء الله، حتى كان بالسله لما كنت انا مراسل بالسله ما شاء الله عليه مجتهد هذا الشخص يعني. الله يسلمك. سلم عليكم، يقول اليوم منورنا ابو عبد الله، منور. الله يسلمك. الله يسلمك، محبينك وايد. اطلع ابو عبد الله. الله يسلمك. هذا الطيب. ها كابتن خالد، ما نقدر ابو عبد الله يعني كل شيء طايفنا يعني. وانتم خير البركه كلكم. الله يسلمك. شلون شفت الشوط الثاني مجملا كابتن خالد؟ يعني قلنا يمكن يرجع العربي، ما شفنا رجوع العربي. كاظمه سيطر على مجريات هم الشوط الثاني. نقول مبروك لنادي كاظمه، هار لك لنادي العربي. كاظمه ثبت نفسه بالمركز الثاني. العربي يشوف يعني من الشوط الاول قلنا الحاله الدفاعيه يعني السيئه اللي شفناها بالشوط الاول استمر عليها بالشوط الثاني. كاظمه استمر على نفس الرتم السريع، استمر على اللعب السريع، الفاست بريك السريع، صحيح، السنتر السريع، السلاح استغله الشوط الاول وقدر انه يفرق فيه، كمل عليه الشوط الثاني وقدر انه ياخذ الشوط الثاني باريحيه. انا بوجهه نظري ان كاظمه اليوم ما تعب بالمباراه، وجود الحاله الدفاعيه الغير منظمه نشوفها للنادي العربي اليوم، زائد تالق حارس المرمى، زائد اليوم شفنا اشرك حتى عبد العزيز نجار اليوم في البلاي ميكر اليوم ادى اداء ممتاز جدا. صحيح. اليوم نادي كاظمه مع شفنا الشوط الثاني اليوم انور بن عبد الله ممكن انه اصيب او شيء، قلنا ممكن انه ياثر على هجوم نادي كاظمه، ولكن صحيح. شوف الكابتن بوزو، احنا ما ذكرناه في الشوط الاول، ولكن الكابتن بوزو مدرب نادي كاظمه
قراءاتها انا بوجهه نظري يعني من رايي الشخصي دائما تكون قراءاتها ممتازه في جميع المباريات اللي لعبها، حتى شوف يعني الاداء يكون فارق بين الشوط الاول والشوط الثاني، التعديلات اللي يسويها او الامور اللي يسويها من الناحيه الهجوميه او الدفاعيه تكون واضحه للجميع. فاليوم نادي كاظم استحق الفوز بالاداء اللي شفناه بالشوط الاول والثاني الدفاعي والهجومي. اليوم الاداء الغير مرضي خلينا نقول لنادي العربي من الناحيه الهجوميه بالاعتماد الكامل شفناه على اسامه الجزيري كان بشكل مبالغ فيه، والحاله الدفاعيه مثل ما ذكر ابو عبد الله حتى بالشوط الاول الدفاع المفكك، اليوم المساحات كانت موجوده ما في مسانده بين اللاعب والثاني فادت الى الاداء اللي شفناه بالشوط الثاني. كابتن سالم يعني ابي يعني بشكل سريع عشان ندش على مباراه الكويت والسالميه، شلون شفت الشوط الثاني ومبروك كاظمه؟ شوف اول شيء اقول مبروك لفريق كاظمه. نعم. انا اتكلم عن نتيجه مباراه، فاز بالمباراه. يمكن اصريت انا حتى بالشوط الثاني صحيح. ان العربي راح يرجع بالشوط الثاني راح يرجع للمباراه، ولكن شوف انا اول مره اشاهد فريق العربي بهذا التشكيل، شوط اول تشكيل والشوط الثاني تشكيل اخر، يعني مع وجود بعض اللاعبين ولكن بتشكيلين متغيرين لعبهم بشوطين. هذا يعطيني انا كمحلل يعطيني كمؤشر ان العربي يجهز للمباراه القادمه وليس للمباراه هذه اللي هي تفصل بينه وبين السالميه على المركز الرابع. نروح حق زميلنا مشاري المنصور.